ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين للحديث أكثر في فقرة ستايل عن المرأة وخطوط الموضة. اليوم ضيفتنا لها أكثر من 17 عاما في هذا المجال. خلينا نتعرف على ضيفتنا، مصممة الأزياء رحمة حسين. نرحب فيك، يا أهلا وسهلا فيك معنا أول مرة في برنامج حياتنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا ومرحبا فيك يا رحمة، طبعا نورتينا وشرفتينا لأول مرة مستضيف فيك، وبكون لنا الشرف في استضافتك. يعني حدثينا في البداية عن دخولك إلى عالم الموضة والأزياء. طبعا بدايتي كانت في أكيد من البيت، يعني أنا أعتقد أنه يمكن جينات تراثية، فأنا من صغرتي بديت في هالمجال، حبيت. أمي طبعا أختي الكبيرة برضو يعني يهتمون بالخياطة، فبدأت من المنزل من سن مرة صغيرة. يعني كنت يعني حتى لسه ما أعرف أصمم أو أرسم، فكانت مجرد فكرة تجي في بالي، ويعني أعرف أنا إيش أبغى فأروح على طول أطبقها. ففي سن مبكر كانت أمي تخاف علي يعني إنه أنا أستخدم الماكينة، فبدأت بالخياطة اليدوية لحد ما حس إنه أنا تمكنت. بديت شوية أتعلم على الخياطة، على ماكينة الخياطة، بديت أرسم أفكاري، بديت أطبقها شوي شوي لحد ما يعني بدأت منذ سن صغيرة. سن صغيرة أي. طبعا كان بدايتي إنه أسوي الألعاب، أصمم لهم فساتين وأزياء الألعاب، وبعد كده توسعت وطورت نفسي. أنا بعد ما كبرت بديت أتعلم وأبحث وأدرس عن الموضوع. إن شاء الله يعني 17 عاما، يعني أكيد بعد من بدري. هل حسيتي نفسك تطورتي مع الوقت؟ كيف كانت بداياتك؟ يعني أنت قلتي أنك تصمم للألعاب والعرايس، أكيد الحين تصممين لأشخاص يعني كبار أو يمكن حتى أطفال. كيف حسيتي بمراحل تطورك في هذا المجال؟ هل أنت ساعدتي نفسك على هذا التطور؟ أكيد طبعا. بالبداية ما كان في مراكز للتدريب، فكنت عن طريق النت يعني أدخل على اليوتيوب أشوف قصات جديدة، أتعلم أفكار جديدة. كنت لا، هذا الشيء يعني أطور نفسي كل مرة. من أول كنت لا أتابع الموضة، أروح أشوف الملابس الجاهزة وأشوف القصات الجديدة. بعد كده صار في يعني إنه على اليوتيوب أدخل، لحد ما تطور الموضوع وصار في مراكز، وصرت يعني طورت نفسي أكثر وتعلمت وتدربت أكثر. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب رحمة، دائما في البدايات أي إنسان بيلاقي صعوبات أو بتواجه صعوبات، هل هناك مثلا صعوبات قد واجهتك عند دخول تحديدا عالم الموضة والأزياء؟ أكيد هو في البداية أكثر شيء كان صعب علي الانتشار، يعني أهلي كانوا طبعا داعمين لي، وكان في شغل وكان في يعني كل الدعم موجود، ولكن كان عندي مشكلة في الانتشار. طبعا ما كان في لسه السوشيال ميديا والأشياء اللي ممكن يعني تدعمني إنه أنت أطلع وأنتشر للناس، فكان
بس الأصدقاء العائلة، يعني أنتظر لما أحد مثلا يتصل أو يطلب أو، فكان صعب الانتشار. ولكن الآن طبعا الحمد لله مع السوشيال ميديا ومع المعارض اللي موجودة، ويعني صار في انتشار أكثر، صار هذا الشيء جدا سهل يعني. أكيد تطورك هذا دليل على نجاحك. حابة أعرف إيش هي الأماكن أو المعارض يمكن أو المحلات أو الأشياء اللي أنت شاركتي فيها عشان اللي متابعينك يقدر يعرفوا فين ممكن تكون متواجدة البضاعة حقتك. هو طبعا أول معرض شاركت فيه كمنتجون السنة هذه، فكان كثير يعني وسع مداركي بصراحة، في أشياء كثير أنا ما كنت أعرفها تعلمتها، صار عندي فرص كثير. كان أول مرة أعرض يعني في معرض، عرفت كيف يعني كيف أعرض بضاعتي، كيف يعني القطع اللي المفروض انها تكون مثلا قدام الناس او تكون في معارض، او القطع اللي ما تكون معروضة. تعرفت على ناس كثير افادوني كثير، صار عندي فرص كثير استثمارية. حاليا اقبال مثلا المرأة، انت تميزت اعتقد تصاميمك انها تناسب ذوق المرأة الشرقية، واشتركت في هذا المعرض اللي هو معرض منتجون. ما مدى اقبال المرأة الشرقية او السيدات على هذا المعرض او على تصاميمك؟ جدا قوي بصراحة، يعني الناس كثير عندهم ثقة فينا كمصممات سعوديات، فأنا ما توقعت هذا الإقبال. طبعا أنا شاركت في معرض منتجون كملابس أطفال مو سيدات، فيعني ما شاء الله كان الإقبال جدا، يعني أعطاني ثقة أكثر بنفسي، ويعني كيف كلام الناس ودعمهم ومديحهم، فهذا كثير شجعني وحسيت إن فعلا في ثقة في مصممات الأزياء السعوديات. طيب من أين تستوحي هذه الأفكار؟ يعني كل مصمم أحيانا يكون عنده خط معين في يمكن الكولكشن أو التصاميم اللي حينتجها كل عام. أحيانا يكون مثلا يبغى طابع شرقي طابع غربي، يعني كل مصمم له طريقته. أنت من وين تقتبسي هذه الطريقة؟ أنا التصاميم كلها بكل التشكيلات تتسم بالأنوثة. طبعا حاليا أنا لي سنتين في مجال تصميم أزياء الأطفال، فهي تتسم بالأنوثة. طبعا هو أنا استوحيت هذا الشيء من طفولتنا، دائما الطفلة لما تكون صغيرة، احنا دائما لما نكون صغار نفكر دائما انه متى نكبر، متى نصير سيدات، متى نصير امهات. فحبيت انه اصمم تصاميم يكون فيها لمسات انثوية وبنفس الوقت تحافظ على براءة وطفولة البنت. طيب تفضلي. فهي تتسم بالانوثة اكثر شيء. هل مثلا بتوكل الموضة العالمية تحديدا؟ أكيد طبعا.
نشوف الخطوط آخر الخطوط، ولازم يعني حتى لو ما اتبعناها بس على الأقل نكون مطلعين، وهذا الشيء يضيف لنا يعني دائما. كيف يعني ممكن مثلا كيف حتى لو ما اتبعتيها مثلا انه ممكن تتابعيها خطوط الموضة؟ يعني ما بيهمك انه تواكبي الموضة؟ اكيد طبعا. انا يعني انا ليش اتابعها؟ علشان اواكب الموضة، بس بنفس الوقت مو شرط اني اكتب، بس يعني انا عندي افكاري، بس انا لازم اكون مواكبة للموضة وخطوط الموضة. يعني مو شرط انه تاخذي كلها، اكيد انه انا بس اكون مواكبة اني انه تصميمك دائما بتناسب ذوق المسار الشرقي. أكيد. طب نشوف دحين بعض تصاميمك والمشاهدين بعد. هذا يعتبر فستان يعني ينفع سهرة شوي، صح؟ ينفع سهرة. هو عبارة عن قطعتين من الجزر والتفتة. تعال بحياتي عشان يبين على الكاميرا. ما شاء الله تبارك الله، لفي شوي علينا عشان نشوف يظهر على الكاميرا. وفي مصممة ثانية بعد، في عارضة أخرى. عارضة أخرى فعلا. خليكي معانا. تعالي. تعالي تفضلي. تعالي هنا. يعني بالفعل هي تتسم بالأنوثة. طبعا انت التصاميم هذه ممكن انت تلفي لنا على الكاميرا شوي حبيبتي. هذه الكاميرا. لا لفي 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 كمان. ايوه. يلا اوقفي هنا. كيف ما شاء الله يعني عجبكم الفستان؟ مبسوطين فيه؟ طبعا انت ممكن تغيري وتشكلي بالالوان حقت الملابس على حسب طلب الزبائن. اكيد طبعا. ما تحسي انه مثلا ممكن الموديل هذا يكون اكبر من عمرها شوي، ولا انت حابه انك تعطيها؟ انا حابه ستايل شوي عشان انه يكون فستان سهرة. اكيد يعني هم طبعا دائما الاطفال يحبوا النفشة هذه، فهي موجودة بس مع طابع انثوي. طيب الحين لما يكون في عندك مثلا طلبية لشيء معين، تجيك احد الزبونات وتقول لك انا ابغى فساتين مثلا 10 فساتين عشان حفلة مدرسية او حفلة عائلية بهذا الشكل بهذه الطريقة، هل تحاولي انك انت تدخلي لمساتك عليها، ولا تفضل انه يكون رأي الزبون زي ما هو تحب تطبقي له هو، ولا ممكن تقترحي عليها بعض اللمسات الجميلة على الأشياء اللي هي طلبتها؟ هو ضروري يكون طبعا تصميمي، وممكن أعدل عليه حسب طلب الزبون، بس ضروري يكون في لمسات موجودة في التصميم. طبعا يعني أكيد الزبون يفرض عليك رأيه، لازم انه انت يكون
يكون لك ايضا لمستك الخاصة. كل لمسات، بس اذا كان رأي الزبون راح يغير من فكرة التصميم او من اللمسات اللي موجودة عليه اكيد. طيب حدثينا عن الخامات المستخدمة، اكثر الخامات اللي تحبي تستخدميها في التصميم. احب الخامات اللي تكون مريحة للاطفال، مختلفة صحيح. احب الخامة اللي تكون مريحة للاطفال، بس بنفس الوقت في خامات ما تستخدم للاطفال حابة اني ادخلها، يعني مثل الجزار دائما يعني بالنادر نستخدم للاطفال، فانا حابة انه ادخله يعطي فخامة ويعطي انوثه في الـ في الـ في الملابس الاطفال، وبنفس الوقت في يعني في طفوله. طيب بالنسبه للالوان، هل في عندك مثلا هذا العام لون معين حاولتي انه يكون متواجد، انه مثلا الوان هذا العام تشمل على 4 درجات، ممكن يكون شيء منها مناسب للأطفال شيء منها غير مناسب، هل تفضل إنه أنت تدخليها ولا تحاولي إنك أنت تحافظي على براءة الأطفال بالألوان؟ لا أكيد، أنا التشكيلة الجديدة إن شاء الله راح تكون أبيض وأسود، طبعا في ألوان كثير داخلة فيها بس الأساس هو الأبيض والأسود. في ناس كثير تخاف من موضوع أنه الطفلة تلبس أسود أنه اللون ما يناسب للأطفال، بس أنا حابة أدخل اللون الأسود على الأطفال اللونين مع بعض. اللونين مع بعض أسود، يعني دمج الأسود والأبيض، دمجهم أو أحيانا يكون الأسود الحال، فهذا الشيء مخيف بالنسبة للطفل أنه يلبس أسود، بس يعني راح أسوي إن شاء الله بطريقة أنه تناسب، يعني ما تنسى طفولة اللي تكون لابسة. طيب ليه فكرتي هذا العام تحديدا مثلا أنه تتوجه إلى تصميم ملابس أسود وأبيض للأطفال؟ هل مثلا موضة هذا العام؟ أنا حابة أسويها موضة إن شاء الله، بس لأنه خلال المعرض منتجون هذا الشيء اللي اكتشفت أنه كثير متخوفين من يعني متقبلين فكرة لمسات أنثوية، بس خايفين من الألوان بالنسبة للأطفال، فأنا يعني هذا أعتبره تحدي أنه أنا أدخل اللون الأسود وأقنع الزبون فيه. طيب إيش طموحاتك للأعوام القادمة؟ يعني أنت الحين هذا العام أثر فيك اشتراكك في معرض منتجون، ممكن تشتركي في معارض أكثر، ممكن مثلا تتطور للعالمية، ممكن تروح لدول الخليج، إيش هي الأمور اللي أنت تطمحي لها وبالفعل عندك خطط مستقبلية تحاولي أنك تطبقيها عشان توصلي لها بإذن الله؟ إن شاء الله، طبعا أنا طموحي أوصل للعالمية، فإن شاء الله عندي خطة أنه إن شاء الله أعرض تصاميمي في الكويت، وراح يكون بيني وبين إن شاء الله في بوتيك في الكويت، راح يكون بيني وبين التعامل أنه يعرض تصاميمي، وإن شاء الله أتمنى يعني أتوسع أكثر وأوصل للعالمية بإذن الله. أنت قلتي يعني أكثر شيء كنت سعيدة فيه إنه مشاركتك في بعض المعارض، ولا بس ذكرتي معرض منتجون، هل هناك معارض أخرى؟ إن شاء الله راح يكون في منتجون، كان هو الوحيد اللي أنا اشتغلت
شاركت فيه وكان أول معرض لي، عشان كذا أنا استفدت منه كثير لأنه كانت تجربة أولى ويعني تعلمت منه أشياء كثير ما كنت أعرفها. فإن شاء الله في معارض قادمة بإذن الله راح أشارك فيها. فعلا دخلت الأبيض والأسود، الأسود عفوا، على التصاميم. هو جميل بس شوي يعني يبغى له جرأة. يمكن اللي مخفف الموضوع انه في السدير نكسر قريب على بشرتها، عشان كده مو مبين الاسود قوي. أي. طيب تفضل لان الوقت كمان. حتى هذا جميل، خلينا نوقف هنا بس عشان تاخذك الكاميرا زميلتك الحلوة. هذا يمكن لمسة بسيطة بس عاطية أيضا بسيطة. طبعا الجزار دائما يعني يستخدم للنساء، فأنا حبيت أدخله يعطي فخامة ويعطي. هو حلو الوقفة القماشة اللي هي تدخل السعادة للبنات. أي يعني كده خدمنا في موضوع الأطفال. احنا الحين عندنا تصاميم بناتية بس الأطفال أكيد مش بس بنات، يعني في بنات وفي أولاد. هل في عندك تصاميم لأولاد؟ حاليا لا، بس إن شاء الله يعني مفكرة في موضوع يعني لما يكون في حفل عائلي أو حفل مدرسي يكون في عندهم أطفال يعني بنات وأولاد. أيوه. وإذا كانوا حابين إنهم يلبسوهم لباس معين دائما يكون في شيء همزة توصل بين الاثنين. أكيد. يعني يا أما مثلا سديري للولد أو طاقية أو شيء. شيء هل فكرت إنك تسوي هالشيء ولا لم يسبق لك؟ لا، فكرت في الموضوع على أساس إنه زي ما تفضلتي إنه يكون في لمسة بين الولد والبنت، إنه شيء قريب من بعض، بس موضوع يظهر له شوية تفكير. يعني هذه تصاميمك الأخيرة عجبتني، مثلا إذا كان أخوات ما يلبسون مثل بعض بس يكون في الألوان من بعض. صحيح. فعلا أخذت الأسود والأبيض فستان، طبعا غالب عليه كان اللون الأسود، والستيري كان أبيض والعكس. ومو أبيض لؤلؤي أو أوف وايت نقدر نقول. صحيح. إيش ممكن تقولي لنا أكثر عن دخولك هذا العالم؟ هل بتنصحي مثلا الفتيات اللي تبغى تدخل عالم الموضة والأزياء إنها تدخل؟ أكيد طبعا، عالم الموضة والأزياء عالم جدا واسع وفي مجال كثير للإبداع. وطبعا أنا لي سنتين بس توجهت لأزياء الأطفال، حسيت في مجال أكثر للإبداع في الأطفال. يعني كان في عندي تصاميم ما ينفع تطبق للنساء، يعني فيها أفكار ما تنفع أنه تكون للنساء، ولكن للأطفال ما في حدود للتصاميم. تعرف موديلاتهم موديلات كبار. أي. يعني فيها لمسات أنثوية، يعني البنت لما تلبسها تحس نفسها كبيرة. اي صحيح. فهذا حلم أي بنت أنه متى أكبر، وهذا دائما ما تحسي أنك كذا قاعدة تظلمي الأطفال؟ لا بالعكس، فيها طفولة.
فستانها في لون ملابسها في التصميم اللي هي لابسته، وممكن انه من وقت لوقت تلبس اشياء موديلات كبيره، بس انه بهذا التصميم انت ما ظلمت الاطفال. بالعكس، انا اشوف دائما الاطفال، يعني انا عندي بنت دائما الاحظ عليها انه مهما لبستها شيء طفولي لازم يكون في عندها لمسه انثويه، سواء تحط روش تحط مانيكير لازم تحس انه هي كبيره في اي لمسه. فانا ما راح اجردها من طفولتها، ولكن بلمسه احسسها انه هي كبيره ولكن هي ما زالت طفله، لابسه لبس طفله ولكن هي حاسه الاحساس هذا انه هي كبيره. طيب ما شاء الله تبارك الله، يكون عندك مجموعة معينة من التصاميم كل مرحلة تقدمي فيها تصاميم معينة، هل عندك مثلا تصميم معين تحسي انه تكرار دائما مطلوب، الفستان المنفوش مثلا، الربطات، الحطات على الشعر، ايش الشيء اللي دائما مرغوب مهما بعدتي عنه الا يطلبه؟ هو دائما المنفوش طبعا للاطفال، هو دائما دائما مرغوب سواء من الامهات او من الاطفال نفسهم. في امهات ما شاء الله عندهم يعني معطين صلاحية لبناتهم انهم يختارون، ومعطينهم يعني الثقة، فحتى البنات نفسهم دائما يختارون انه لازم يكون في نفشة في التصميم. يعني احيانا اضطر اني اغير شيء من التصميم علشان اخليه شوي منفوش يكون، عشان هنا لك العديد من المصممات السعوديات اللي دخلوا هذا المجال، دخلوا مجال عالم الموضه والازياء. ما الذي يميز المصممه رحمه حسن عن باقي المصممات؟ هو لمسة الأنوثة اللي موجودة في التصاميم الطفولية والاحتشام. أنا لاحظت والاحتشام صحيح تصاميمك، وحتى بالنسبة للأطفال إنها محتشمة فعلا، تصاميم حلوة ورائعة. طب كيف ممكن يتواصلوا معك اللي حابين انهم ياخذوا من هذه التصاميم او انهم يطلعوا على الموديلات اللي انت قاعد تقدميها من فتره لفتره، وكل كم تنزلي مجموعه جديده؟ يعني مثلا مره في السنه ولا في الصيف كولكشن وفي الشتاء كولكشن، كل كم فتره تنزلين؟ يعني هو ما في فتره معينه، مجرد مجموعه التصاميم لما تتجمع تصير عدد معين انا انزلها، احيانا اكثر من مره بالشهر. يعني اي تشكيله احسها متناسقه مع بعض راح انزلها، يعني احيانا مو شرط انه ما شاء الله معين. بالشهر الواحد نزل كم مجموعه؟ اي احيانا على حسب التصاميم، اذا حسيتها متناسقه مع بعض انزلها مع بعض. بالنسبه يعني طبعا عندي حساب على انستغرام ممكن يتواصلوا معي مع عليه، وفي بوتيك ام ار برضو يعرض تصاميم، وان شاء الله قريب جدا راح يكون في الكويت ان شاء الله تقريبا الشهر الجاي باذن الله. طيب ما الذي يميز هذا العام تحديدا في التصاميم الازياء عن عام 2014؟ يعني دحين 2015 هل
لهذا العام موديلات معينة بتركزي عليها؟ أكيد طبعا، أنا كل مرة أحب يكون في فكرة الناس ما تنساني فيها، يعني لما تشوف هذا التصميم تعرف هذا التصميم أي سنة، فإن شاء الله راح يكون التشكيلة الجديدة فيها تقريبا عسكرية أكثر. عسكرية؟ عسكرية، فهي بتكون الطفولة مع العسكرية والأنوثة إن شاء الله راح تكون. نبغى أن نتابعك إن شاء الله ونشوف شاء الله الأفكار هذه، لأنه شوية عسكرية ما أحس أنه لها علاقة بالطفولة، ويمكن الأنوثة كمان لها علاقة بس شوية، موديلات تكون حقت الكبار ما تصلح للصغار، ولكن يمكن هذا زي ما قلتي هو تحدي انت تحاولي انك دائما تخوضي. يعطيك الف عافية مصممتنا المتألقة رحمة الحسن، نتمنى انه دائما نتابع معك ودائما تكوني ضيفتنا بكل ما هو جديد، وتجيبي لنا عرايس حلوين ايضا لابسين بالتصاميم ان شاء الله باذن الله. شكرا لك، وشكرا جزيلا لك. شكرا لك. هنا مشاهدينا حننتقل للتقرير عن مهرجان أسر المنتجة الخامس. نتابع معكم فعاليات مهرجان أسر المنتجة الخامس، والذي يهدف إلى دعم هذه الأسر وتشجيعهم على الكسب بأيديهم، للمزيد طبعا عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي مع الزميلة آيسة حارتي نشوف